أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة من البرنامج والتي نتابع فيها مع حضراتكم هذه الحملة التي يقوم بها مراقبو الأغذية بمديرية الشؤون الصحية على الأسواق بمدينة أسوان. مراقب أول الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، إحنا في أحد محلات الحلويات هنا، ملاحظات حضرتك على عرض هذه النوعية من الحلويات بهذه الطريقة؟ بص يا فندم، هو المفروض يعني لما يحط الشوكولاتة بتاعته أو الأصناف بتاعته لازم يكون عامل إيه؟ كرتونة زي دي وعليها تاريخ الإنتاج بتاع الصنف نفسه. على كل نوع؟ على كل نوع، لازم تاريخ الإنتاج يكون واضح على كل نوع. أنا كزبون مثلا جاي أشتري، عاوز أعرف الصنف ده ايه اللي يثبت ان الصنف ده صالح للاستهلاك الادمي او صالح لسه شغاله، لازم اعرف نوع الكرتونه بتاعته. كده بالنسبه لاي زبون او اي حد جاي يشتري الحاجه دي مجهوله بمصدر او غير معلومه بالصحه، تمام؟ ممكن تكون اكسباير، فلازم يكون حاطط الكرتونه بتاعته. طب ايه الكرتونه مع حضرتك دي مكتوب عليها تاريخ الانتاج لكن مش تاريخ الصلاحيه او مده الصلاحيه، تمام؟ لكن مش موضح انتاج امتى. ما هو كده بالطريقه دي ممكن الكرتونه دي تبقى مش تبع الشوكولاته، مش تبع الصنف ده. مش تبع الصنف، يعني بالنسبه لي الكرتونه دي برضو ملهاش اي لازمه اللي هو عاملها دي. لا، لازم الكرتونه يبقى عليها تاريخ الانتاج بتاعها وتاريخ انتهاء الصلاحيه عشان انا كزبون اعرف دي اتعملت امتى والمصنع بتاعها فين. كده بالنسبه لي دي مجهوله بمصدر. بالعكس، دي لو سحب منها اي عينه في اي وقت هتيجي رسائل الاستهلاك الادمي تبقى للقانون 10 سنه 66، فلازم يكون عليها تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء. طب الشاذ دي برضه بصفه عامه، اي منتج عندك بيجي في كراتين عايز تعرضه بتلينه عرض او باي طريقه ما لازم تحتفظ بالكرتونه الاصلي. بص يا فندم، هو عموما المنتج يا اما جاف يا اما مطهي. بالنسبه للحاجه الجافه ده بيكون ايه؟ بيكون عليه تاريخ انتاج وانتهاء. الحاجه المطهيه بيكون عليها حاجه اسمها تاريخ تحضير. مثلا ده عامل مثلا فراخ او عامل رز، اي اصطنف مطهي لازم يكون عليه تاريخ تحضير وتاريخ تجهيز، تمام؟ او عامل مثلا الجاتو، اي حاجه جاهزه، تمام؟ سريعه التلف لازم يكون عليها تاريخ التحضير بتاعها بحيث انا كزبون اعرف اتعملت امتى، وهو برضو كصاحب عمل يبقى عارف ايه الحاجه اللي لسه اللي اتعملت النهارده متعملت امبارح، يبقى هو برضو مدرك دي حاجه. هو عارف الحاجه دي هتبوظ مثلا، الحاجه دي انا خلاص اسحبها دلوقتي واحط حاجه بديله اجدد، يبقى هو عارف ايه المنتج بتاعه بتاع النهارده وبتاع امبارح. الكلام ده المفروض يتنفذ في كل الاماكن، اي مكان بتدور الاغذيه.
عمرو كمال ليس مرقب اول الاغذيه بمديريه الشؤون الصحيه بمحافظه على احد محلات الحلويات بمعنى اصح الحلواني. ايه اهم الملاحظات اللي شفتها على المنتجات وطريقه عرضها؟ هو بالنسبه يا فندم للمنتجات وطريقه العرض بتاعتها هنا في المحل، هنا هنشوف ان احنا هنا في الارفف بتاعتنا هي نظيفه وكويسه وتصلح ان انا النهارده احط عليها المواد الغذائيه بتاعتي، ولكن مفروض على صاحب المنشاه ان هو يحط ستائر بلاستيكيه شفافه علشان خاطر انا مثلا النهارده لو زبون دخلت مثلا ومثلا تعبان فعطست مثلا في الماده الغذائيه، فهي طبعا الماده الغذائيه قدامي غير مغلفة، فبالتالي انا كده برضو نقلت ليها رذاذ مثلا ان هي مفيش مش مغلفة مثلا، فكده انا مثلا ممكن احط ايدي مثلا ملوثة، كده انا نقلت من ايدي للمادة الغذائية. ما ينفعش انا مثلا النهاردة بجيب المادة الغذائية بتاعتي واسيبها كده معرضة ومكشوفة للهواء مباشرة وبدون ما احط عليها اي تاريخ للتصنيع للمادة الغذائية دي، او ان انا اكتب عليها تاريخ التجهيز ومدة الصلاحية بتاعتها، وخصوصا كتير من المخبوزات بيكون من المكونات بتاعتها الألبان والبيض، وطبعا الألبان والبيض طبعا من الأغذية سريعة التلف وسريعة الفساد. فإذا كده أنا كل ما المنتج بتاعي كان محتوي على منتج من اللبن أو منتج من البيض أو كلام زي كده، فكده فترة الصلاحية بتاعته بتقل، وطول ما الرطوبة قليلة في المادة الغذائية طول ما فترة الصلاحية بتاعت المنتج بتاعي بتزيد. لكن أنا النهارده عندي منتج بدون اي بيانات بالنسبه لي مجهول المصدر، انا ما اعرفش ده امتى اتصنع وده امتى مثلا اتجهز، امتى جه، طيب اتنقل ازاي، اتصنع فين، المكان بتاعه مستوفي ولا لا. فطبعا احنا ان شاء الله هنتابع معمل التجهيز للمكان وهنشوف الماده الغذائيه دي مراحل التصنيع بتاعتها والمكونات بتاعتها، واحنا طبعا نوهنا ونبهنا ان المفروض والمفترض ان يكون في ستاره بلاستيكيه على الماده الغذائيه منعا لوجود مثلا اتربه او اي غبار او اي اتربه بتيجي على الماده الغذائيه. فاحنا نبهنا على صاحب المحل وادينا له مهله اسبوع ان هو يعني يوفق من اوضاعه، ان هو يحاول ان هو لا يتبع اسلوب رص كويس واسلوب تخزين كويس واسلوب عرض برضو طبقا لمعايير سلامه الغذاء. وانا النهارده لما يكون عندي منتج زي كده لا لازم انا النهارده اغلفه بالورق الاسترتش بالغلاف الاسترتش بتاعه، وبيتحط عليه تاريخ تجهيز وتاريخ تحضير وتاريخ انتهاء الصلاحيه على حسب برضو المكونات اللي انا بستخدمها في الماده الغذائيه بتاعتي. حتى لو كان يعني اقول لك مثلا هو انا طب بعرف في مكان مقفول، هو المكان مقفول ومكيف وتمام التمام يعني لازم لازم المكان برضو بتاعي يكون جيد التهويه، لان طبعا تعتبر اغذيه جافه، والاغذيه الجافه المفروض ان هي تتحط في اماكن ما تقلش درجه الحراره بتاعتها عن 24 درجه مئوي، ولذلك لازم طبعا يكون المكان طبعا فيه مزود بوحدات تبريد تغطي مساحه المكان بتاعي بالكامل، علشان خاطر انا برضو النهارده ما يحصلش عندي اي تلف في الماده الغذائيه او اي تزنخ، لو مثلا حاجه فيها زيوت او كلام زي كده ما يحصلش فيها زناخه وبالتالي تتعرض للفساد وتبقى غير صالحه للسلاك الادمي. طيب الجزئيه دي مهمه جدا يا استاذ عمرو، انك لما تشتري للمستهلك اي مكان تدخل حاول تشتري من مكان يكون بيطبق وبيطبق الاشتراطات دي، اغذيته او منتجاته مش مكشوفه بالمره يعني. هو طبعا المفروض ان المستهلك يكون على قدر من الثقافه، انه انا النهارده لما هدخل مكان انا لازم انا اكون شايف ان المكان ده مكان موثوق منه. النهارده المستهلك لازم علشان خاطر انا مثلا كمستهلك هدخل اشتري اي حاجه كده مكشوفه وخلاص، معرضه للهواء، الغلاف الجوي بتاعي معرضه للهواء مباشره، معرضه للاتربه، معرضه للحشرات، معرضه لاي افه من الافات، معرضه لاي مصدر من مصادر التلوث، تمام. خصوصا انا عندي مثلا طريق وعندي عوادم سيارات، عندي اتربه، عندي غبار، الكلام ده كله بياثر طبعا على المواد الغذائيه بتاعتي. فانا لما النهارده انا النهارده كمستهلك لما اروح لاي مكان لازم انا النهارده ابص على العبوه الاصليه للمنتج والعبوه الحاويه للمنتج نفسه، اتاكد من سلامه العبوه، اتاكد من درجه التخزين بتاعه الماده الغذائيه اللي هو طبعا لازم، دي حاجه مهمه جدا ان انا لازم اتابع على العبوه. طبعا حضرتك بتلاقي على العبوه كل شيء بيخص المنتج الغذائي،
ان المنتج بتاعي ده لازم يتخزن مثلا في درجه حراره 4 درجه مئوي، يبقى ما ينفعش مثلا انا النهارده في درجه 4 حراره، درجه حراره 4 مئوي، وانا اروح يكون مثلا معرض لاشعه الشمس اروح اجيبه من اشعه الشمس، ما ينفعش. حاجه مثلا مخزنه او معروضه للمستهلك خارج حدود المحل، انا النهارده مثلا ما ينفعش كمستهلك اروح اشتري اي حاجه من اي تاجر ماده غذائيه تكون معرضه للشمس، معرضه للاتربه، مكشوفه، الكلام ده كله مرفوض تماما. وخصوصا طبعا احنا في ايام يعني لازم النهارده انا اخلي بالي من المنتج اللي انا بشتريه، اتاكد زي ما قلت لحضرتك كده من العبوه الحاويه للمنتج، اتاكد من سلامه العبوه، اتاكد من تاريخ الصلاحيه وتاريخ الانتاج، اتاكد ان المنتج ده تم تصنيعه في اماكن موثوقه. ما اروحش انا اشتري اي منتج وخلاص بدون اي بيانات، لان انا اي منتج بدون اي بيانات يعتبر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الادمي. الأستاذ يوسف حسين مراقب عام الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، احنا في احدى الحملات على احد محلات بيع الحلوى، طبعا انتم لكم كمراقبي أغذية نظام معين بمجرد تدخلوا اي منشأة للتفتيش عليها. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا الحملات دي بتبقى تحت اشراف السيد الوزير محافظ اسوان، والسيد الدكتور وكيل وزاره الصحه باسوان، والسيد الدكتور المدير الوقائي دكتور مصطفى المجد، الدكتور وكيل وزاره الدكتور ايهاب عماد حنفي، معانا فريق المرور الاستاذ عمرو كامل ليسي مراقب اول مديريه، والاستاذ شاد الحمد حكيم مراقب اداره اسوان، واحنا على بعض المحلات في دارة أسوان، وإحنا حاليا في محل مخبوزات حلويات، فمن ضمن المرور بتاعنا بنمر على الصلاحيات. طبعا بنشوف الحاجات المعروضة حاليا لازم يكون فيه تاريخ تجهيز على المنتجات، وفي حاجات عبوات مصانع طبعا بنشوف الاكسبار بتاعها دي لمنتجات مصانع، ولازم طبعا من ضمن الاشتراطات الصحيه انه يكون في اجراءات احترازيه، بيكون في وجود ستائر هوائيه عشان تمنع الرذاذ بين يعني مثلا لو في زبون مريض او حاجه كده وعطس او في رذاذ اكيد شيء طبيعي المنتج هيتعرض للتلوث. طيب هي شأن اي منشاه بتتعامل مع الغذاء عموما، الشهاده الصحيه دي طبعا اهم شيء، والاشتراطات الصحيه في المكان عموما يعني. احنا طبعا بنشوف المكان، هل المكان ده مرخص او غير مرخص، وبنشوف الشهادات الصحيه وبناخذ بيانات المدير المسؤول. فطبعا احنا اطلعنا حاليا على الرخصه والشهادات الصحيه، ولو في مكان مش مرخص بناخذ الاجراءات القانونيه اللي بنبلغ الاداره الهندسيه والمحافظه، بنعمل غلق اداره المكان، بنخطر الجهات المعنيه اللي هي المسؤوله عن التراخيص اللي هي الاداره الهندسيه والحي. ايضا بتهتم استاذ يوسف بالمعامل اللي بتصنع، يعني دايما المطاعم بتروحوا للاماكن التصنيع والمخابز، وبرضه معارض الحلويات بتروحوا برضه للمعامل الخاصه بالتصنيع. تمام، حضرتك اثرت نقطه جميله جدا. احنا دلوقتي معلش مع احترام سيادتك، يعني اللي بيدخل في مكان التجهيز اللي بيشوف المكان في المطعم عامه او المكان التجهيز
بيدخل على السفره اللي بيشوفها الزبون وصاحب المكان، لكن احنا اللي يعنينا بالمقام الاول مكان التجهيز. يعني مثلا دلوقتي مثلا مطعم كشري وحاجه كده، انا اللي بيجي للزبون بيجي له المنتج النهائي، طبق الكشري طبق جميل جدا، بس انا اللي يهمني اشوف المنتج من المنبع للمصب، اشوف في محل الكشري القوطه بتيجي ازاي والخضروات وتجهيز الصلصه، لانه حاليا حضرتك في نقطه غريبه انا ملاحظها، احيانا القوطه بتبقى ممكن الكيلو بيكون ب 25 جنيه واحيانا بيبقى 3 ب 10 جنيه، فهل في المعدل في الرينج من 3 ب 10 جنيه والكيلو ب 25 طبق الكشري الليفل بتاعه بقى ثابت؟ فدي نقطه بتثير جدل. فطبعا حضرتك ممكن في ناس عندها وعي صحي بيجي يقول لك انا عاوز سندوتش مثلا طعميه بدون سلطه، الناس اللي عندها ثقافه وعندها فكر راقي. ليه؟ لانه ممكن حضرتك طبق السلطه اللي بتعمله في البيت بتشيل الزره ومنبت في حاجه اسمها توته بسلوته في القوطه اللي هي بتبقى زي نقطه كده حاجه زي السوسه في الخضار. فطبعا اي شيء طبيعي بالضبط، اي حد طبعا مجهز الحاجه في البيت غير تجهيز المطاعم. ممكن حضرتك بالنسبه للخضار في المطاعم تلاقي الخيار الكبير، الوطه مفعصه وحاجه كده، فانا عشان كده يهمني في المقام الاول في اماكن التجهيز في المعامل الكشري بشوف من المنبع ازاي الصلصه بتتعمل وهي، عشان اطمن ايه المصدر بتاعها، السورس الاولان المصدر الرئيسي، هل مثلا وطه صالحه وطه مفعصه. فده اللي يهمنا زي ما قلت حضرتك، لازم نطمن على الزبون من المنبع، لانه اصلا الزبون زي ما قلت حضرتك الزبون بيروح في مطعم بيخش على السفره بيجي المنتج النهائي العرض دي بتبقى شكلها حلو، لكن احنا كدورنا كجهات رقابيه لازم نطمن من المنتج من المنبع نفسه. ختام هذه الحلقة والتي تابعنا فيها مع حضراتكم هذه الحملة التي قام بها مراقب الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بوسوان على الأسواق، نشكركم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة قادمة.